أخبار اليوم. في 20,000 صباح وعلى مدى 24
64 عاما كانت الاخبار هي اصدق الشهود على تاريخ مصر والامه العربيه، وكانت وامتازت هي صحيفه الشعب الاولى ولاؤها للمواطن المصري وانحيازها الوحيد للوطن طول عمره. ومع احتفالنا بالعدد رقم 20,000 نحتفل الشعب المقبل ايضا بتدشين اكبر مركز للتفكير في الشرق الاوسط هو منتدى اخبار اليوم للسياسات العامه. نحتفل ايضا باطلاق مركز اخبار اليوم لقياس الراي العام، وايضا مركز اخبار اليوم للدراسات الاقتصاديه، لتنتقل دار اخبار اليوم من موقع نقل الاخبار وصنع الاحداث الى مرتبه اخرى عبر هذه المؤسسات الفكريه والبحثيه هو المشاركه في صنع القرار. نحتفل ايضا باطلاق التطبيق الخاص باخبار اليوم وفق تكنولوجيا AR او الواقع المعزز اوجمانتد رياليتي، الذي يحول الصحيفه المطبوعه الى صحيفه مقروءه ومسموعه ومرئيه عبر الهواتف والنظارات الذكيه. لو حضراتكم تتذكروا في العام الماضي احنا عرضنا على استخدام الابلكيشن بتاع AR، السنه دي ان شاء الله هيبقى ابلكيشن خاص بجريده الاخبار لوحدها بكل صحف اخبار اليوم والاول دور بتاع اخبار اليوم. كما نحتفل باطلاق اول تطبيق مصري للاخبار والانباء والفيديوهات، ينقل الاخبار لحظيا من بوابه اخبار اليوم ومواقعها والبوابات الاخباريه المصريه والعربيه الى القارئ المصري والعربي عبر الهاتف المحمول او اجهزه الكمبيوتر الشخصيه واللوحيه. وقد اخترنا لهذا التطبيق اسم اخر لحظه، وهو احد المسميات الخاصه بنا في دار اخبار اليوم من بنات افكار العملاقين مصطفى وعلي امين. هيبقى حضراتكم عندك اب بتنزله على الموبايل او على التاب، تقدر انك تخش بيه على كل المواقع الاخباريه المصريه والعربيه دون حاجه انك تخش على تطبيقات اخرى عاملاها دول اخرى او جامعات بالتأكيد بعاد الوطن. وانا بنتهز الفرصه عشان ابدا حضراتكم في الشهر المقبل وتشرفونا ان شاء الله في حفل تدشين واطلاق هذه المشروعات الفكريه والرقميه، واشكر لكم تشريفكم لنا، اشكر لكم تشريفكم لنا، مع تمنياتي للصحافه المصريه بمزيد من الرقي والتقدم، وللاعلام المصري بمزيد من المهنيه والرشد، وللوطن بالامن والاستقرار والتقدم. السلام عليكم ورحمه الله.